دي معايير كتير. ايه مشكله التحكيم في مصر؟ ممكن حضرتك وبس الله يبارك لك، حاضر، عشان خاطري اتفضل، عشان الحوار يكمل على خير زي الفل، ما تقوليش كلام الانشاء. لا انا ما قلتش انشاء. قول لي واحد اثنين ثلاثه اربعه دي مشاكل التحكيم في مصر. طب وانا قلت انشا من شويه، ما قلتش انشا والله. لا ده انا بقى احنا بنتكلم بقى على ده، احنا دلوقتي دخلنا في لا هكلمك بكل صراحه. نعم، احنا المنظومه الاضعف في كره القدم كلها انشا، دي مش انشا، المصحف انشا، والله العظيم ما انشا، وحياتك عندي انشا. طب يعني التحكيم هو المنظومه الاضعف في مش عارف ايه كلها. ليه المنظومه الاضعف يا كابتن احمد؟ أيوة. ما الحاجات كتير. واحد، ما فيش اهتمام من الاتحاد المصري لكره القدم على مدار التاريخ، على مدار العصور. تمام، مش الاتحاد المصري الحالي، تمام، اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله. ما فيش منظومه، ما فيش اتحاد بيهتم بالحكام، بيهتم بمشاكل الحكام، بيهتم بفلوس الحكام، بيهتم بتدريب الحكام. انا شفت معسكر للحكام الاماراتيين في تركيا، والله انا حزنت. تركيا، في تركيا طبعا، وقبل السنه اللي قبلها كانت في المانيا، واللي قبلها كانت في المغرب. ماشي، دول امكانياتهم عاليه. لا يا فندم، احنا عندنا امكانيات. احنا حضرتك صرفنا 70 مليون جنيه على اتنين اجانب. لو حضرتك وانت مقر بده معايا، نعم، ان الاثنين ما فادوش. على كلاتنبرج وبرير. على كلاتنبرج، انا قلت ان كلاتنبرج لو كان استمر، لو كان مقيم في مصر او كان مستمر، كان هيبقى ناجح جدا. لانه عنده شخصيه. عنده شخصيه، ده بالزبط. كلام صحيح. نعم. لكن هو ما كانش موجود. صحيح. هي دي كانت مشكلته، ومشكلته ان هو دايما لكن عايز. لكن هو كان كويس. جدا. شخصيته كانت قويه جدا. نعم. وعنده ثواب وعقاب، والحكام كانت بتخاف منه، ودي نقطه مهمه في الاداره. كانوا بيخافوا منه. طبعا. الحاكم لازم يخاف منك، انت كمسؤول، الحاكم لازم يعمل لك حساب. لكن ما تبقاش بهلله. ايه اللي مشى كلاتنبرج؟ لا، مشى كلاتنبرج حضرتك عارفه، اللي هي المشاكل اللي حصلت بين رئيس نادي الزمالك. خلينا نتكلم بصراحه، رئيس نادي الزمالك. لكن رئيس نادي الزمالك كان فيه هجوم شديد جدا على مارك كلاتنبرج. مارك ما استحملش ده. نادي الزمالك السابق. السابق. نعم. طبعا. حصل مشاكل كبيره جدا، وتناوله في الاعلام بشكل كبير جدا. الراجل حصل له مشاكل اسريه. فعلا. طبعا. لكن انا يعني الناس كانت اتهمتني ان انا، يمكن كان هنا كمان حتى في قناه النادي الاهلي، قالوا ان انا طفشت كلاتنبرج. ده ما حصلش. يعني انا لا املك هذه القدره ان انا اطفش كلاتنبرج. يعني انت هنا تبدي اعجابك بكلاتنبرج، بس انا قلت تتحفظ انه مش ما كانش موجود. لو متواجد يا كابتن احمد صدقني كان هيضيف كتير جدا للتحكيم المصري. هل لو عاد كلاتنبرج واقام في مصر يكون طوق نجاه لما يحدث من مشاكل التحكيم في مصر؟ ممكن. ممكن. طبعا. بس يقعد في مصر. لو عاد بريرة؟ لا لا لا. طب انت خلينا بس اتكلم على مشاكل الحكام. تمام. ايه الاسباب وبعدين نبقى نرجع على خلافك مع بريرة. ما انا بقول لحضرتك احنا الحلقه الاضعف. ده مش انشا والله. ماشي. طيب الحكام بتتضرب، وبتروح مباريات بتتضرب في الاقاليم، وبتتضرب هنا، وتلاقي العقوبات 8 شهور والتوصيه بالشطب، وتلاقي بعد 3 4 ايام عضو مجلس مش عارف ايه، ولا عضو مش عارف مين يعرف مين، العقوبه اتشالت، ويرجع اللي ضرب الحكم يضربه تاني. ادي عندك مشكله كبيره. طب مش ضعف من اللجنه؟ لا، من الاتحاد الاول. اللجنه طبعا، من اللجان طبعا. اللجنه مش المؤاخذه اللي بيرقصها طبعا فتاكه. صحيح. ما حدش يقدر يقول له كذا. بس طبعا. بس انا باخد قوه القرار من مين؟ من مين يا كابتن احمد؟ قوه القرار اللي انا باخده محمد معروف اتهتف له في الامارات فتاكه قد كده، مش كده؟ يعني عايزين بس تبقى الدنيا ماشيه صح. انا كمان انا عايز احافظ على شخصيه الحكم. ما هي دي العقوبات. انت النهارده الحكام، يعني هديك مثل بسيط، حكام بيعتدى عليها في مباريات، وتبص تلاقي مفيش عقوبات، تلاقي الحكم مستاء. تلاقي حتى بالحكم هيعمل ايه؟ الحكم كتب تقرير، مش هيروح يضرب الراجل اللي اعتدى عليه ولا اللي عمل له مشكله. لا، الحكم اتزق، الحكم اتضرب، الحكم تلفظ. اكتر الحاجات اللي عجبتني في محمد معروف لما تم الاعتداء عليه في الماتش بتاع نهضه بركان وبطل ليبيا، وانه ما استناش. صحيح. ما انت جاي تضربني، مش هستناك تضربني. لا، وانا هقول لك اديني خد التاني. محمد تصرف صح. طلع بس شفت فتاكه هنا. شفت بقى ده، شفت عقوبات كاف عامله ازاي يا كابتن؟ ضعيفه جدا. لا بالعكس. لا، ما كانتش قويه. ليه ده 8 شهور سنه و8 شهور؟ 8 شهور ولا 8 ماتشات؟ لا يا فندم، في 8 ماتشات بس في سنه وفي 8 شهور وفي 6 شهور. لا 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 لا، يبقى كويس فندم. كاف، انا كنت بسال في احد المباريات، قلت المباريات دي اللعيبه هاديه عشان دي تحت مظله كاف. يمكن حضرتك شفنا العقوبات الاخيره اللي وقعت على نادي الزمالك في ماتش سوبر، عقوبات كبيره جدا. يمكن هي الاكبر في تاريخ كاف. بسبب ايه؟ ان كاف عنده لوائح وعنده نظم وعنده. احنا هنا يعني حضرتك كابتن توفيق، اتفضل. حضرتك مسكت نائب رئيس اللجنه لفتره مش طويله. مظبوط. طب ما عدتوش حطيتوا لائحه؟ يعني ما هو انت بتكلمني وانت كنت مسؤول. طب ما انتوا ما بتقعدوا يا جماعه بتحطوا لائحه يا جماعه بتوع الاتحاد، رئيس الاتحاد سواء سين صاد عين كاف لم ايا كان، ادي لائحتنا وافقوا عليها عشان نشتغل. يا فندم لائحه المسابقات ما هي موجوده،
ما انا باخد من لائحه المسابقات. ماشي. لائحه المسابقات تقول لك لو لعيب تم المسابقات طبعا يا جماعه نعمل 1 2 3 4. ايوه يا فندم ده حصل تمام. يا كابتن احمد كتير وانا كنت بنفسي بحضر المسابقات. جميل. وبقول لك بامانه شديده والكابتن ياسر رأفت كان موجود وكنا بنقعد نتناقش والراجل كان من اشد الداعمين للحكام. كان في بعض العقوبات اللجنه توصي. ياسر رأفت كان مسؤول مسابقات في القسم الثالث والثالث حد كويس. اوكي تمام. والحاج سيد بخيت طبعا وناصر وكنا بنقعد مع نعم. بعض على الترابيزه وكانوا لازم يحضر ممثل من لجنه الحكام. انا كنت بحضر بنفسي عشان انا ايدي تقيله نعم. بصراحه فانا كنت الاقي العقوبه تم البصق على الحكم اللي هي مثلا 4 ماتشات رغم ان اللائحه بتقول كذا كذا كذا. انا بدي الحد الاقصى اقول له انا اسف انا عايز الحد الاقصى اللي هو 8 ماتشات طبعا 8 ماتشات 6 ماتشات حسب اللائحه ما بتقول. فتلاقي بيستعملوا الرأف مش بقول كلهم بتحصل في بعض الاوقات لكن كان موجود الكابتن ياسر رأفت الحقيقه وكابتن ناصر كلهم الحقيقه كانوا دايما متضامنين مع الحكام. بس في الدرجات الادنى بتبقى مستخبيه. تعالى لي على التقولات بقى اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري واسماعيلي واتحاد بتلاقي بتبدا القصه يعني كل شويه تقل سيكا. يعني دي احنا ما كناش بنحضر فيها الحقيقه. انت بتلاقي العقوبه لا ما فيش لجنه بتجتمع. ما فيش بالظبط كده. ما كانش في لجنه بتجتمع. نعم. فبالتالي احنا ما كناش بنحضر ده لان ما فيش لجنه بتجتمع. اللجنه كانت بتجتمع مصمم عليه تعمل لجنه طبعا تجتمع كل يوم اثنين تطلع تقرير يبقى في محضر للجلسه يتقال ده كان طبيعي. بس في نقطه عايز اوضحها لحضرتك. انا كنت موجود بس انا مش الراجل الاول. انا مش صاحب القرار. سانتا المصري. انا مصري بس في راجل اجنبي. نعم. مش كده في 2 أجانب جم ورا بعض. الفتره اللي ما بين الاثنين الاجانب ترأس اللجنه محمد فاروق وانا كنت النائب بتاعه. لو حضرتك فاكر الموسم ده الحمد لله رب العالمين موسم تحكيمي انا في اعتقادي انه كان ناجح درجة كبيرة. لحد اخر دقيقه في الوقت الضايع يا كابتن احمد. مباراه رائعه عملها محمد معروف اسوان والداخليه. اسوان نزل في الوقت الضايع مظبوط حصل ومحدش اعترض محدش اتكلم وفي اسوان وفي اسوان نعم